غادرت بعثة عمرة شهر رجب التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة، وتضم البعثة عددا من القادة والضباط وضباط الصف وعددا من أسر شهداء القوات المسلحة. وسط مشاعر إيمانية صادقة يملأها الفرحة والرجاء في إتمام المناسك والقبول من الله عز وجل، غادرت بعثة عمرة شهر رجب التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، والتي تضم عددا من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم، وعددا من أسر شهداء القوات المسلحة، وتنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ كافة التدابير لتيسير إجراءات البعثة، قامت إدارة الشؤون المعنوية بالإعداد والتجهيز المتميز لبعثة العمرة، بدءا من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والرعاية الصحية، وذلك من أجل أداء الشعائر بكل سهولة ويسر. وعبر المعتمرون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من كافة أوجه الرعاية لأبنائها. طبعا فرحانة جدا جدا جدا، بتمناها من زمان. شرفني أكتر أنها تبع القوات المسلحة والشؤون المعنوية. خالص شكري وامتناني لأسرة الشؤون المعنوية وخاصة العمرة والحج. القوات المسلحة دي عمودة الأساس وعمودة البلد كلها. والله تنظيم كويس جدا، ويعني كل حاجة سهلة وكل حاجة يعني منظمينها، وناس كتير جدا بتساعدنا، يعني احنا ما عناش أي حاجة صراحة. دي حاجة جميلة، وكل مش أول مرة أخرج أنا مع العمرة أو حج مع القوات المسلحة في إدارة الشؤون المعنوية، لكن عدت مرات كتيرة. القوات المسلحة طبعا كويسة وتنظيمها كويس والنظام حلو فيها، وكل حاجة حلوة في القوات المسلحة طبعا. ربنا يوفق البلد ويوفق الناس كلها ويسعد الناس كلها ويبارك فيهم، والدنيا كويسة والحمد لله. الحمد لله العالم كله بيحبيش غير القوات المسلحة، لأن دي حياتنا ودي حياة البلد كلها. تنظيم هايل وتنظيم محترم، وما اقدرش اقول لك اول مره بصراحه، انا اول مره اطلع معاهم، لا يعني بصراحه هايلين. النهارده فعلا انا حسيت بالتكريم اللي بتعمله معانا القوات المسلحه، شرف على وسام وصدر كل واحد فينا. هي دايما ظهرنا، وهي دايما الدرع بتاعنا، وهي دايما الحافز بتاعنا، فربنا يحميها دايما يا رب. توجه بالتحيه الى القياده العامه للقوات المسلحه على حسن التنظيم الهائل للعمرة. كل المشاكل اللي ممكن يقابلها المعتمر، الحمد لله القوات المسلحة بتنظيمها الجيد موفرة هذه الوسائل بالكامل، وأنا بتوجه بالشكر والتحية لإدارة الشؤون المعنوية على هذا التنظيم الرائع. أحب أقول إدارة الشؤون المعنوية ما شاء الله، يعني تنظيم وتنسيق وحاجات جميلة جدا ما شاء الله. بصراحة تنظيم إدارة الشؤون المعنوية جميل جدا، من ساعة يعني التنسيق لمعرفة الحجوزات والكلام ده كله لغاية ما وصلنا المطار، كل حاجة متيسرة جدا. أنا شايف التنظيم على أعلى مستوى ممكن يكون، ودي من سمة الرجال القوات المسلحة خاصة والشؤون المعنوية. طبعا القوات المسلحة معروفة بالتنظيم، التنظيم من A to Z زي الفل. بصراحة أحسن ترتيب وأحسن تنظيم، وندعي مصر بالتوفيق يا رب إن شاء الله، والشعب المصري كله، وربنا يوفق سيادة الرئيس إن احنا نخرج من هذه المحنة، وإن شاء الله إن شاء الله أمل كبير جدا إن البلد تكون ممتازة بمجهودنا ومجهود الشعب كله، نعمل وإن شاء الله ننجح بإذن الله إن شاء الله. داعين المولى عز وجل أن يتقبل منهم المناسك، وأن يحفظ مصر والقوات المسلحة من كل مكروه وسوء.